السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في هذا الفيديو سنرى كيفية زراعة شتلات البصل. زراعة البصل تمر من مرحلتين، المرحلة الأولى وهي غرس البذور حتى تصبح شتلات، والمرحلة الثانية وهي تحويل الشتلات إلى المكان المستدام حتى النضج. أولا نقوم بإزالة الجذور والأوراق بهذا الشكل. بالنسبة لموعد زراعة البصل في فصل الخريف وكذلك فصل الربيع، بالنسبة لفصل الخريف نزرع البذور في أكتوبر، بعد مرور شهر تصبح الشتلات جاهزة. أما بالنسبة لفصل الربيع نزرع البذور في شهر 3 ونحولها إلى تربة مباشرة في شهر 4. بعد ما انتهينا نقوم بتهيئ التربة على شكل حوض كما ترون. نقوم بقلب التربة ونحركها ونضيف إليها السماد العضوي، ثم نبدأ بغرس الشتلات بهذه الطريقة. يجب ترك مسافة ما بين شتلة وشتلة 10 سنتيم، وفي العمق ما بين 3 إلى 5 سنتيم. كلما كانت المسافة بعيدة يكون الإنتاج جيد. بعد ما انتهينا من الغرس نروي الشتلات زيدا حتى تخرج الهواء من التربة، إذ لم يصل الماء إلى الشتلة ستموت، لذلك يجب الري جيدا. بعد مرور 45 يوما هكذا أصبح شكل البصل. في هذه المرحلة قبل السقي تكون التربة جافة، نقوم بتحريكها وإزالة الأعشاب التي تنمو بجانبه. وهنا بعد مرور 80 يوما عموما البصل ينضج في فترة ما بين 70 إلى 80 يوما. والآن وصلنا إلى المرحلة الأخيرة وهي جني المحصول. لمعرفة نضج البصل، عندما ترى القشرة الخارجية لها ذات لون أصفر. الآن وصلنا إلى نهاية الحلقة. الحلقة المقبلة إن شاء الله سنرى كيفية زراعة البذور. أتمنى أن تكونوا استفدتم معي في هذا المقطع. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك والإعجاب به، وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد كدعم منكم، ودمتم في أمان الله.